مرحبا بكم ببرنامج على درب نجاحك. لنحاول أن نرى كيف ننفق وقتنا حسب مربع أيزنهاور. هذا المربع تم تطويره ليساعد الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في تنظيم وقته. كل المهام يتم تقييمها حسب 4 معايير: المهم العاجل، المهم غير العاجل، العاجل غير المهم، وغير المهم غير العاجل. المهم والعاجل عادة ما يغطي أشياء مثل مهام العمل والامتحانات الدراسية. الأشياء في خانة العاجل غير المهم قد تشمل مهام مثل التصليحات في البيت. هذه أمور عاجلة لكن يمكن التعايش معها. هذه المهام قد تسرق وقتاً طويلاً يؤثر على خطط الحياة والأمور الجوهرية فيها. المهام في هذه الخانة تشمل في الغالب الأهداف الخاصة أو تطوير الذات مثل تأليف كتاب. هذه الأمور ليست عاجلة ولكنها مهمة من منظورك الشخصي. الأشياء في خانة غير المهم غير العاجل مثل التنزه مع الأصدقاء أو التسوق هي أمور ليست ضاغطة وليست مهمة، والتعامل معها يجب أن يكون ضمن رؤية أكبر لحياتك. يساعدك مربع أيزنهاور في رؤية كيف تنفق وقتك كل يوم، ويمكنك من وضع الأعمال المهمة غير العاجلة في مكانها الصحيح لتحقيق ما تريد من الحياة. أن تستثمر وقتك بفاعلية وكفاءة يعني أن ترى حياتك تتقدم يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، بدل أن تشعر أنك في دوامة من الضغوط التي لا تنتهي.